السلام عليكم ورحمة الله، معكم زكريا أروش الموصف الجهوي لجمعية حقوق الإنسان، الجمعية العامة المغربية لحقوق الإنسان. هنايا واكبنا أكثر من شهر هذا مع واحد العدد ديال الساكنة ديال دوار مبارك، جماعة سيدي حجاج واد حصار في عمالة إقليم مدينة تيطبلي. هاد الميلة عرفناها بالحيتيات ديالو كاملة، أن هاد الساكنة كما كتشاهدوا السيد معايا ساكن سنة 1997 إلى يومنا هذا، كانت واحد الطريقة ديال التزويد ديال ولات عند زوج الساكنة سهريج المياه طول الفترة هذه ديال زمان كورونا، ما دخلوش على الناس الشاحنات ديال التطهير السائل كذلك، كنشكرهم دوري على رأسهم السيد القائد ديال جماعة الحجاج واد حصار وكل المسؤولين الترابيين بالمنطقة. الناس كيطالبوا بالعدادات الكهربائية والمائية كذلك، ولكن ما يمكنش هذا الحل هذا كل مواطن ياخذ مكانه، لانهم ما كيتوفروش على سند قانوني اللي كيتجلى مثلا في وصل الكراء او يعني شاريين شي وثيقه اللي هي قانونيه. ولكن السؤال هنايا اللي كنوجهوا للمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار الحالات الصحيه وكبار السن، ويعني دائما في ظل القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله اللي كيبغي يشوف المواطن دائما بخير وعلى خير وكيعطي من المال والخاص، دائما كنقول هذه الكلمه باش يشوف الشعب كله بخير وعلى خير. ولكن هناك ايادي خفيه، ايادي لوبي الفساد اللي كتحاول دائما ضرب عرض الحائط الخطابات الساميه الملكيه، ولكن احنا غادي نوقفوا هذا لوبي الفساد بالمرصاد اينما كان واينما رحل وارتحل. هاد السكينة انا ادافع عن كلمه حق المواطنين كمواطنين مغاربه، خاصهم الماء الشراب وخاصهم الكهرباء، فهاد الامور اللي غادي يزودوا بها كنطلبوا من الناس يشوفوا شي حل قبل ما كما قال لي مسؤول هنا في المنطقه، ما بغينا نتجنبوا حمامات دم لاننا احنا ما بغيناش هاد الشيء، بغينا الحوار. هاد الناس كيطالبوا الحوار مع السيد رئيس الجماعه، فكنقول ليه يعني راه إذا بقينا غاديين بهذه الوتيرة راه غادي توصل الأمور ما لا يحمد عقباها، وحنا تنتمناو من الله باش يكون شي حل سلس شي حل يرضي الجميع، لأنه الأمور بسيطة بإمكان ديال الناس المسؤولين باش يحيدوا هذه الأمور. السي زكريا نعم. هناك مصانع وكاين واحد يعني مجموعة ديال المصانع هذه النقطة ديال العشوائية تكلمت عليه سابقا، كما كتشوفوا المحلات ديال الحدادة ديال النجارة بلاستيك يعني كذلك البلاستيك يعني هذا موضوع إذا جينا غنبقاو نتكلموا فيه بزاف، يعني يجب محاربته بكل صراحة. كيفاش هما عندهم الماء وهكا والناس ما لان هذا السيد هذا كما قلنا كيبيع ليهم الماء، انا في نظري هذه المساله غير قانونيه، واتحدى اي واحد باش يقول لي راها قانونيه، غير قانونيه. حتى انا دابا غادي نطلع لواحد الدوار كنسكن فيه وغنجيب المكانه وغنبدا نبيع ونشري. الدوله هي الوحيده اللي عندها الحق تدبير هذه الامور، وكاينين شركات معروفين كمثلا المكتب الوطني كهذه كهذه الى اخره. المهم حنايا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هاد الساكنه كطلب غير الحق ديالها، ويشوفوا كيفاش يديروا لهاد الامور هذه. وتحيه لكم من زكريا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.